احنا يعني معلش اسمح لي حضراتكم احنا يعني كمجموعه او يمكن بعتبر يعني معلش هعتبر حتى نفسي احنا طبيعه استقينا الرصيد الثقافي اللي عندنا من ادوات كانت موجوده في هذه الفتره مختلفه تماما عن الادوات اللي بيستقي منها الشباب النهارده الموروث الثقافي. وبالتالي وده كان كلامي مع السيد وزير الثقافه الجديد اللي موجود معنا في الحكومة، إزاي إحنا نطور من الموضوع زي ما حضراتكم قلتوا. الأدوات بتاعة الثقافة ما بقتش فقط على الكتاب المكتوب ولا حتى على الأفلام فقط ولا على الفعاليات اللي كانت بتتعمل في دور الثقافة بالرغم من أهميتها اللي موجودة، لكن النهاردة بقى محتاجين نعمل منتجات تتواكب مع طبيعة الشباب اللي موجود. وحتى في نعم وسائط جديدة مختلفة تماماً النهاردة بقى الشباب بيستقي منها الثقافة، وبالتالي لازم أدواتنا كدولة تتطور بصورة كبيرة جداً وسريعة عشان تعوض وتتواكب مع اللي الشباب النهاردة بقى عايزه. يعني أنا لو افتكرت أن أنا بطور فقط الأدوات التقليدية كده أنا بقى حليت مشكلة الثقافة، أنا واهم، لأن الأدوات التقليدية الشباب اللي هو يمثل النهاردة أكتر من 65% من شعب مصر بقى بيشتغل على أدوات ووسائط مختلفة تماماً عن الأدوات التقليدية. وبالتالي لازم أتعامل بنفس فكر وعقلية هؤلاء وأطور وسائل وأدوات جديدة مختلفة. والساينز أو العلامات ورتنا لما بنعمل فعاليات لمهرجانات، لما بيتعمل بعض الفعاليات بتشوفوا حجم هائل من إقبال الشباب عليها كبير جدا. أنا أقدر من خلال هذه النوعية أتدخل في بناء ثقافة أخرى للشباب المصري. في ما زال حرص كبير جدا على بدون ذكر أسماء، لما بتتعمل بعض الفعاليات الثقافية وبعض الحاجات الخاصة بفرق الموسيقى وبعض الفنانين، انا مش عايز اذكر اسماء، بيحصل اقبال هائل عليها. انا مش بتكلم على الغناء، بتكلم حتى على الموسيقى، بتلاقي في حاله من الرغبه في ان الحاجات دي تبقى موجوده. فالكلام كله ازاي نعيد مره اخرى الشكل الثقافي للدوله المصريه، ولكن مع تطوير، ما نفتكرش فقط ان انا اطور الادوات التقليديه القديمه اللي كانت موجوده من 20-30 سنة لما احنا كنا شباب كان هو ده اللي بنعتمد عليها. لو افتكرنا ان انا اطور دول بس يبقى انا كده هرجع قوة مصر الناعمة، انا اسف مش هيحصل، لان النهاردة والشباب اللي بقوا موجودين بيتكلموا على وسائط واشكال حاجة تانية خالص. فلازم ان انا اشتغل على دول، اشتغل على دول، لان دول النهاردة هم 65%، ولو عرفت اثر فيهم يبقى انا ضمنت للاجيال الجاية ان انا ابتديت اثر فيها. فبالتالي الموضوع محتاج طريقة غير تقليدية تماماً في التعامل مع هذا الموضوع، وده جزء من التكليفات واللي أعتقد السيد وزير الثقافة هيطلع الفترة الجاية ويتكلم عليها، لأن طالب محطوطة تصور مبدئي، لكن مطلوب النهاردة خطة تنفيذية بصورة واضحة جداً علشان إزاي نبدأ نتحرك للكلام اللي احنا كنا بنقوله، استعادة القوة الناعمة لمصر وإزاي إن احنا نسترجع. ما زالت مع كل الكلام ده الفنانين المصريين والمثقفين المصريين ورجال الثقافة المصريين هم اللي بيتم الاستعانة بيهم في كل المحافل الإقليمية والدولية. فبرضو علشان ما نبقاش يعني ظالمين لأنفسنا، ما زال هم اللي بيمثلوا قوام أي فعاليات بتحصل على المستوى الإقليمي. لكن المهم ان انا استعيد ان يبقى مصر، يعني مش عايز اقول ان يبقى المركز الوحيد، لا، تبقى مصر مؤثره بقوه شديده في فعاليات منتظمه. يعني على سبيل المثال انا طلبت منه ان يبقى على مدار السنه في فعاليات موجوده في كل محافظات مصر، تبقى على مش فقط يبقى في مكان معين ولا في منطقه معينه، لا، كيف يمكن ان يبقى على مدار السنه محافظات مصر كلها فيها فعاليات مختلفه ويبقى في حجم من الزخم الثقافي موجود في كل المحافظات على مدار السنة بيخاطب كل الفئات من أول الشباب أو حتى الأطفال لغاية كبار السن ويبقى موجود. ده أعتقد شيء مهم جدا، ويبقى بتعامل بلغة كل جيل
أو بلغة كل فئة سنية، علشان اللي بيصلح لكبار السن بالتأكيد ممكن ما يبقاش للشباب اللي موجودين النهاردة. أنا أرجو أن أنا أكون يعني عرضت لحضراتكم، يعني أنا يعني إحنا بقالنا يعني لو بقالنا 3 ساعات أستأذن حضراتكم، يعني إحنا هنكرر هذا الموضوع مرة أخرى يعني، ويعني وحسعد وأشرف دايما بوجود حضراتكم معانا وعدد أكبر للمرة القادمة، ولكن يعني خلينا أؤكد لحضراتكم يعني تشرفي وسعادتي بوجودي مع حضراتكم، وأرجو أن أنا أكون يعني أوضحت بعض النقاط اللي ممكن يعني كانت مثارة عندكم، وأعتقد من خلال هذا التواصل المستمر هيبقى فرصة وآلية جيدة جداً أن المواطن المصري يعرف من خلال هذه اللقاءات كل إجابات على الشواغل والهموم اللي هو ممكن تبقى موجودة عنه، والأهم نكون بنرد على بعض العدد من الشائعات والنقاط اللي هي بتثار، علشان يبقى دايماً الانطباع العام، وده هو ده الشغل الشاغل. أنا ألاقي بقى كمصري بعيداً عن منصبي فكرة الطاقة السلبية اللي بقت موجودة، أو محاولة أن يبقى دايماً هناك طاقة سلبية موجودة في المجتمع أو الشكل العام للدولة، ده شيء وحش جداً، شيء سيء جداً، أن يفضل يعني الانطباع العام أن دايماً شايفين أن يعني ظروف سيئة، ما فيش أمل للخروج من الأزمات، ما فيش الدنيا هيحصل فيها إيه بكرة. أعتقد ده جزء مهم جداً النهاردة كلنا مع بعض نبقى بندي رسالة ثقة في أزمات. ما حدش فينا بيكابر ولا حد بينكر إن في أزمات، ولكن إن شاء الله الجاي أفضل، تخطينا مرحلة كانت شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية، ربنا ما يعيدها، شغالين على إن شاء الله ما تتكررش، وإن نحسن من الظروف اللي الدولة المصرية موجودة فيها لصالح المواطن المصري في خلال الفترة الجاية. أنا بشكر حضراتكم وشكراً، وآسف إذا كنا طولنا على حضراتكم وشقينا عليكم.